احسن الله اليكم، هذا يسال يقول هل يجوز لشخص ان يحدد للناس اورادا او ادعيه يقولون يقولونها في احوال مخصوصه مثل الامتحانات او الحمل او السفر او شيء من هذا القبيل؟ لا يحدد شيء من الاذكار والعبادات الا بدليل من الكتاب والسنه، اما من يحدد شيئا او عددا معينا من غير دليل فهو مبتدع. نعم.